أغلقت ميليشيا الحوثي مصنع شملان للمياه في صنعاء بعد إيقاف خطوط الإنتاج وطرد العمال والموظفين منه. وأفادت مصادر محلية أن القيادي الحوثي المدعو حسن الجودة قام بمعية مجاميع مسلحة باقتحام المصنع الذي يعد من أقدم مصانع المياه في اليمن، وذلك بعد رفض إدارة المصنع بدفع جبيات كبيرة لدعم جبهاتها وأسر قتلاها. وشنت ميليشيا الحوثي مؤخرا حملة إغلاق واسعة استهدفت منشآت ومصانع ووكالات تجارية في العاصمة صنعاء بعد تعرض ملاكها للابتزاز لإجبارهم على دفع المزيد من الإتاوات.